سؤال في الإرث، مات الميت أو توفي المتوفى وترك زوجته وست أولاد وست بنات، فمجموع الأولاد 12، كيف يقسم المبلغ بينهم؟ تصحيح لغوي بس بسيط، الناس يقول لك ايه، فلان توفى، فلان توفي، لأن الله هو الذي توفى، هو لم يتوفى نفسه بنفسه. مين دخل أعرابي؟ سئل أعرابي وقد كان يشهد جنازة، من المتوفي؟ فقال الله. فتعجب الناس، المتوفي الله؟ ماذا تقول؟ قال نعم، الله يقول، الله يتوفى الأنفس حين موتها. فإن قلت المتوفي هذا اسم فاعل، فالله هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها. أما إن سألت عن المتوفى فذلك فلان. هذا فرق لغوي لطيف أرجو أن ننتبه إليه. الجواب عن هذا يا رعاك الله، إن كان الأمر كما تقول وكنت ضابطا للورثة وحاصرا لهم وليس للمتوفى وارث سوى ما ذكرت، فللأم الثمن لوجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، والباقي يا رعاك الله للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والله تعالى أعلى وأعلم.